بواجه رساله في قائمه الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو اهتم بالشباب من اول ما بدا المسيره بتاعته من 2014 حتى الان 2022. شكرا على الرساله اللي بتعملها معانا وربنا يخليك لمصر. حمينا وحمي البلد. اتمنى له كل الخير. والله انجاز يعتبر معجزه. احنا دلوقتي في ميت نص، يعني تعال نبص دلوقتي بقت ميت نص ازاي؟ عامله ازاي؟ نشوف الكباجي سهلت الدنيا ازاي؟ بحس انه في امان اكتر. الطرقات، شبكه الطرقات ما شاء الله، يعني سرعه في المواصلات، يعني في تطوير ما شاء الله. يعني انا يعني حاسه في تغيير، حاساه. تقول عشوائيات البصمات، يعني ابسط مثال يقدمه الرئيس. شايف حياه كريمه واللي عملته التغيير في القرى والعشوائيات. اول حاجه ان هو طبعا انتصر على الاخوان، ده اهم شيء، وحسسنا بالامان بجد، ويعني كفايه ان احنا بقينا نمشي في امان، دي كده اهم حاجه. تاني حاجه سهل المواصلات، سهل الطرق. من اهم المشاريع صراحه اللي انا شايفها اللي هي مثلا زي الكباري الجديده اللي بتتعمل،